أشهد أن لا عليه الصلاة والسلام عندما يُسأل عن أكرم الناس من هو؟ فيقول أتقاكم، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانت هذه وصيته، وكان هذا دعاؤه، وكان هذا أمره وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ استجابة لأمر الله عز وجل له. أليس في القرآن أن الله عز وجل قال له يا أيها النبي اتق الله؟ أمره بذلك، فلذلك بعد أن استجاب هو يأمر أصحابه بالتقوى. أليس في كتاب الله أن الله قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله؟ لذلك يقول أوصيكم بتقوى الله. إذن أليس من شأن إخوانه من الأنبياء، فإن خليل الله إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وهود وصالح ويونس وشعيب ولوط كما ذكر الله عز وجل في القرآن، كل منهم وهو يخاطب قومه قال لهم فاتقوا الله وأطيعوه. أكثر من 240 مرة يذكر الله عز وجل أمر التقوى في القرآن. في 61 سورة من سور القرآن ذكر الله عز وجل أمر التقوى فيها. إذن الأمر الذي كرر بهذا العدد الكبير وفي هذا العدد من السور من سور القرآن أليس أمراً يستدعي أن يقف الإنسان عنده ما هي هذه التقوى؟ وكيف تؤسس في القلوب؟ وكيف أعرف أنني من المتقين؟ إن رجعت إلى كتاب الله لتعرف قيمة التقوى، فإن من أراد معية الله فالله مع المتقين، من أراد جنة الله فإن الله عز وجل أعد الجنة للمتقين، من أراد النجاة من النار فإن الذي ينجو هو المتقي لربه عز وجل، من أراد حسن العاقبة فإن العاقبة للمتقين، من أراد ولاية الله فالله ولي المتقين. إذا تأمل الإنسان في قضية بهذه المكانة عند الله، إن أراد الكرامة فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا الأمر أيها الإخوة أقول جعله الله ثمرة لهذه العبادة العظمى الصيام. على ماذا يقوم هذا الأصل العظيم؟ ولذلك يقول بعض العلماء لو أن هناك أمر يصلح هذا الإنسان ويحقق له مصالحه في الدنيا والآخرة غير التقوى لوصاهم الله عز وجل به، ولكن لما كان في هذا الأمر العظيم كل صلاح الإنسان، لذلك جاءت وصاية رب الأرباب سبحانه وتعالى لعبيده بأمر التقوى. على ماذا يقوم هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الكبير؟ إن هناك أموراً أربعة يقوم عليها شأن التقوى. أما الأمر الأول فهو العلم، وأعظم العلم العلم بالله عز وجل، لأن أمر التقوى أساسه ولبه ما في القلب، وما في قلب الإنسان أعظم ما فيه أن يمتلئ هذا القلب بإجلال الله وإعظامه. ومن كان بالله أعرف كان له أخوف، ومن كان بالله عز وجل أعرف كانت مراقبته لله عز وجل أكبر. فإذا أول أصل يقوم عليه أمر التقوى هو العلم بالله عز وجل، أن تقرأ كتاب الله ليمتلئ قلبك بالعلم بالله بأسمائه وصفاته، أن تعلم أن الله العليم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أن تعلم أن الله السميع فلا يغيب عنه ولا يفوته شيء، وأن الله البصير سبحانه وتعالى، وأن الله الرقيب جل جلاله. فإذا تفكر الإنسان وتعلم معاني هذه الأسماء امتلأ
قلبه بإجلال الله، واستحضر معية الله وأن الله معه، معية إجلال وعظمة وإكبار لهذا الرب العظيم الذي لا يفوته شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، لا تأخذه السنة ولا النوم.